أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. شوطنا الخامس عشر من أعطى تشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص باللقاية لبكار المهجنات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. تنطلق هذه الأسامي، تنطلق هذه الشعارات، تنطلق هذه التحديات في هذا الانطلاق المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأراهي اللي قادت المجموعة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير وبهذا التحدي. نتابع عجائب شعار مطار بن سعيد بن محمد الكتبي، من يقدم عجائب، من تنطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية. تليها الشايبة مع المركز الثاني، ياتي شعار محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي وعلى مستوى المركز الثالث. أرى التقدم، أرى التسلل، التحديات لأرصاد الدودة من طبازة بالدودة العامري، ياتي بتحديات وانطلاقة أرصاد على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات، رابع الانطلاقات، وصول وتقدم مع جواهر شعار علي بن سالم بظفيره العامري، ياتي بانطلاقة جواهر مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، تتسلل تتقدم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. الغزيل عامر بن سعد الرفادة الشعار الرسمي القادم بهذا الانطلاق على مستوى المركز الخامس. سادس المشاهدين متابعين الكرام، نتابع حلوة شعار سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، ومع المركز السابع، مع المركز السابع من الجانب الآخر تتقدم العاصفة بشعار سالم بخميس بن سلطان العويسي. الدور دور المركز الثامن، التقدم والانطلاق مع النايفه خليفه بن نصيب بن خليفه الخيلي، وتاسعا التقدم والانطلاق والتحدي والاثاره الحاضره في هذا الصباح الجميل. طرفه تتقدم مع المركز التاسع، سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي يقدم طرفه مع المركز التاسع. عاشر الانطلاق، شعار السويدي يتقدم مع عثير مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط، أول أشواط الإنتاج للمهجنات الأصايل في مسافة ورحلة الخمسة كيلومترات. لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني الشايبة، أرى الشايبة اللي قادت المجموعة بشعار محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. من يقدم الشايبة اللي قادت المجموعة، انطلقت بناموس هذا الشوط. عجايب مع المركز الثاني، ياتي مطر بن سعيد بن محمد الكتبي بتحديات عجايب، الثنتين بموقع واحد، التحدي الحاضر في هذا الصباح الجميل. وعلى مستوى المركز الثالث تتقدم تتسلل جواهر علي بن سالم بن عبيدة مظفيره العامري، ياتي بجواهر مع المركز الثالث. احد الدانات تتقدم ايضا بهذا الاندفاع المثير، وشعار الرسمي من الجانب الاخر، شعار عامر بن سعد الرفادة ياتي بتحديات الغزيل مع المركز الرابع. خامسا القدوم وتسلل المشاهدين متابعينا الكرام، نتابع طرفه سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، ولكن اللي وصلت بهذا التقدم مع السيل القادم، ما هذا التحدي مع هذا الانطلاق المثير والنايفة. عامر بن محمد بن زايد المنصوري التسلل والانطلاق والتحديات أيضا. قدوم مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع
تابع التسلل، الانطلاق، التحديات للشاهينية، لسعيد بن علي بن حمد الزرعي. ولكن ارصد لي، ارصد لي ناصية القادمة 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 بكل قوة، سعيد بن محمد السعيد المسني ياتي، ياتي مع هذا الانطلاق المثير والكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير، تحدياتي هذا الشوط. ولكن الشايبة، الشايبة بعز جبابها تتقدم، تنطلق بناموس هذا الشوط، محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي والغزي القادمة مع المركز الثاني بشعار عامر بن سعد الرفادة، تتسلل تتقدم تنطلق على مستوى المركز الثاني ثالث المراكز ما شاء الله. ناصية سعيد بن محمد بن سعيد المسنة القادم القادم أيضا بتحديات هذا الشوط، وشعار عامر بن محمد بن زايد المنصوري مع المركز، مع المركز الرابع. ولكن الشايبة، الشايبة منذ البداية على قمة هرم هذا الشوط بهذا الشعار اللي حقق الانجازات منذ فتره طويله، يقدم الشايبه، يقدم الشايبه. ولكن المسنه رفع رايه التهديد بهذا الانطلاق المثير، بهذه التحديات الرائعه، اللحظات الصداره والمقدمه. ولكن ارصد لي، ارصد لي، ارصد لي ناصية، ناصية، ناصية على الصدارة، باعدت المسافة، يرت الشوط في اللحظات الأخيرة لتهدي السلامات لمالكها بهذا الانطلاق، سعيد بن محمد بن سعيد المسن. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق؟ سلام، سلام، تبريد سلام بهذا الانطلاق المتميز، شعار الكثيري. هذه لحظات وصولها الى خط النهاية المركز الثاني. جاءت ايضا لمحة شعار حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي المركز الثالث. تتقدم الشاهينية لسعيد بن علي بن حمد الزرعي المركز الرابع. شعار عامر بن زايد المنصوري المركز الخامس. كان الدخول جماعي في اللحظات الأخيرة لنا عودة مشاهدينا مع التوقيت الزمني. والسلامات لأهالي الجنوب بالسلطنة، أهالي ثمريت بشعار المسن. من قدم ناصية سعيد بن محمد بن سعيد المسن، من قدم أيضا هذه التحديات بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 36 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. سلام ثمريت سلام مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمته ناصية، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جاءت بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 38 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لبن ثعلوب مع هذا الانطلاق المتميز، حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث جاء شعار الزرعي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 39 ثانية، جزئين من الثانية. من قدم الشاهينية سعيد بن علي بن حمد الزرعي. تهانينا للجميع والناموس.